خليك ليلي يا غزالي ونطير معاك بلا لالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي يا غزالي. سلام دان سلام زيونات، نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف 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 البنات على التعليقات اللي كتخليو ليا، وحتى انا توحشتكم بزاف. غير للاسف كما كتعرفوا يعني ما كاينش الوقت اللي نقدر نحط فيديوهات كل مره بحكم المنصب ديالي. الحمد لله منصب الديريكتوره سفير في اوريفلام اللي هو منصب مهم وصراحه ماشي بالسهل. تبارك الله ما شاء الله، يعني يوميا الحمد لله يعني عندي كونتاكتوس مع اوريفلام مع اجتماعات. المهم ما كنساليش بزاف البنات. المهم اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو، انا هنايا البنات كنت كنهضر معاكم وكانت ما رديتش البال الموسيقى اللي كانت في الطوموبيل كان فيها حقوق الطبع، داكشي علاش اضطريت انني نحيد الصوت. هنا ان شاء الله غتشوفوا معايا واحد الفيديو هكا روتين مع اختي، وغتشوفوا معايا حتى كيفاش كنخدم غير من الدار ديالي مع اوريفلام. اي وحده اي وحده كتشوف راسها انها عندها طموح عندها العزيمه وباغا توصل، قلبت على خدمه وما لقاتهاش او لا خدامه وباغا تزيد، كنقول لها مرحبا بك مرحبا بك معايا في الفريق ديالي مع اوريفلام. مع اوريفلام غتحقي الذات ديالك، كتحقي الحوايج اللي عمرك ما حققتيها في حياتك كتحققيها في مع اوريفلام. تبارك الله سالير سفريات طوموبيل، دائما ريغالوس دائما ايفنتوس طوب، يعني بزاف الحوايج غادي يعجبوك في اوريفلام. اوريفلام ما عطيناهاش الحق صراحه، يعني ما عطيناش الحق ديالها اللي خاص تخاد عليها. اوريفلام واحد الفرصه اللي جاتنا هنا الناس ديال اسبانيا بالاخص السيستم ديال اسبانيا واعره البنات والله العظيم. كاينين دول اخرى كيتمناو انهم يكونوا في اسبانيا باش يتسجلوا في اوريفلام. علاش؟ حيت الحمد لله اوريفلام كتوصل، ماشي بالشرط انك تكوني قاريه ولا ما قارياش ولا عندك الكاستيان ولا يعني عندك اللغه الاسبانيه ولا ما عندكش. المهم انك اهم حاجه في اوريفلام الا بغيتي تطلعي خاص يكون عندك الكانه والطاقه والعزيمه وانتي باغا توصلي. صافي هادشي اللي كاين في اوريفلام، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. وواحد الحاجه اخرى البنات، بغيت نفتح واحد القوسين، بزاف ديال البنات كيدخلوا عندي من فرق اخرى وكيقولوا لي فاطمه الزهراء عاونينا في البنات دخلي في اسم ديالنا البنات. هذا الشيء كنت كنديرو في الاول وكنت درت خطا فادح في اوريفلام، ولكن الحمد لله دابا داركت الموقف ولكن ما نعاودهاش صراحه. علاش البنات؟ ملي كتكونوا في فرق اخرى واحد البنت تاقت فيا ودخلت عندي انا اللي سجلتها في اسمك انتي في الريد اخرى، الا وقعت شي مشكل ولا كانت شي ريكلاماسيون ولا كانت شي اوتوريزاسيون ولا كانت شي حاجه، يعني ما كنبقاش انا كديريكتوره يعني ما كنكونش مسؤوله عليها، هي كتكون ديريكتوره ديال هذاك الفريق هي اللي مسؤوله عليها، وكنكون هنايا يعني خنت الثقه ديال هذيك البنت اللي دخلت عندي. يعني شكون المسؤول عليها؟ ملي كتدخل عندي راه انا اللي مسؤوله عليها، ماشي كي صافي دخلتها لفريق اخر صافي ما عندي ما ندير. هذاكشي علاش البنات انا هنايا في الفيديو كنعاون الفريق ديالي فقط، يعني الريخيون ديالي فقط، يعني كاينه مع دنيا بالمصاص كاينه مع الاخت حفيظه مع الاخ كريم القصري، يعني هاد الريخيون فقط. بالنسبه للبنات كنقول لكم غنخلي لكم النمره ديالي هنايا الا بغيتوا تتصلوا بيا، وكذلك غنخلي لكم حتى في صندوق الوصف الرقم ديال البنات اللي فعلا نيت انهم كيخدموا، يعني مادام حطيت النمره ديالهم الا وعارفاهم كيوقفوا مع البنات اللي دخلوهم، يعني كيكونوا مسؤولات. وكذلك راه كيدخلكم عندي الجروب ديال واتساب تما فين كنكون، تما فين كنعطي الاوديوات فيديوهات كنديروا اجتماعات ويبيناريس مع الديريكتور جينيرال ديالنا سبحان مع بيناتنا حنا ديريكتورات، يعني ما غاديش تكوني بوحدك. فنخليكم مع الفيديو غتشوفوا الروتين ديال اليوم. راه كنا غنمشيو نديروا الرياضه وما كنا غاديين في الطريق حنا نلقاو السوق، هاد السوق الاسبوعي اللي كيكون في البراد الخميس، وصراحه استغلينا الفرصه وقلنا ندوزوا السوق هو الاول. بقاو معايا تمشيو غير في مشاك الله، شوفوا كنا غنمشيو شوفوا نولينا، ولكن السوق اليوم خاوي انا نصور لكم. البوليس كيدورو كمامة ياشي ندير كمامتي هذي السوق الخميس بارك مفتالة. السوق خاوي مال فهنا كيكون عامر صراحة، ولكن فيه ديما فيه دابا العشرة كلارو 10 دابا
زعما راه نضنا بكري دابا راه كلشي ناعس 10 و20 حق كلشي ناعس. ها انتم البنات شي خاويتي صفر بعد المرات ماشي بعد المرات اغلبيه كتكون فيه اوفرتات زوينه زوينه سي شوفي بجوج اورات بجوج اورا فني كانت في التيركو ما كرهتش يقضي في التيركو هاد اللون تا هو زوين بنات لقيت هذا واعر فن هذا غيجي الكوفرلي ورخاص انا البنات 3 متر يشد معاك كيف هذا اللون عاوتاني هذا اللون حتى هو فن هذا جمال قالت لك خاصه تشورو 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 جينا البنات المهم هنايا جات تاخذ هي تشورو ما عارفينش الطاي ما عارفينش لي طاي ما عارفينش لي طاي هاري الفور لا بلا ندير لك بدويه زباريز بحال ايش شتي فين كنا فين ولينا ها شتي فين كنا فين ولينا دابا ممنوع الليكات منوع التشاكيطة مونطو علاش منعوه كلشي ممنوع على بركة عاد غنمشيو للبحر بلا بلا نوايا وصلنا البنات المهم جو زوين هنا في البحر نديرو اللي قال ديالنا نديرو ويلا جمدنا البرد شو الاخرى الحماس 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 وانت باغا تجيني شي الماكينات لا غنمشيو نجريو يلا زيد يا نمشيو مال اللي نجريو الماكينات انا جمدني البرد خليك لي يا فاني ونطير معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي في خليك ليلي يا سالي ونطير معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي في حق ولا هذي شارفة وانا وانا شارفة احسن حاجه الصراحه 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 هي الواحد ينوض بكري ويدير رياضه والله دوزي نهارك واعر بخير كاينين الماكينات صراحه هنايا غير اللي ما بغاش يلعب الرياضه هنايا باش كت العضلات وهادو ديال الكتاف غير انا الصراحه المهم واحد الكتاف عندي شويه ما نقدرش ندير به الرياضه وهنايا حتى هما يعني وهذه بيكالا
يعني غير اللي ما بغاش يلعب الرياضه، وكاين داك الباسيو عاوتاني فين الواحد يمشي يجريه، وراه البحر اللي بغى الواحد يتمشى. وغزلان جابت الماء وانا نسيته، يرضي عليك مناش هاري الله يخلف لك. واحسن حاجه شوفوا البنات كنفتخر بها، ديما اوريفلام البيدن ولا ميركادونا. المهم تشهيت اللاطه ديال الحوت هداك الحب اللي كان زوين كاع ما بقى. هاو الوقت دابا الوحده وحده كيفاش هذا ما تقدر عليه. هادشي تعطلنا، هادشي ما فطرناش. هما البنات دابا مشينا خرجنا من ميركادونا خدينا داكشي اللي خاصنا، ودابا غنمشيو لليدر ناخذ منه شي حاجه بحال هكا التيراميسو، كيعجبني داك البسكويت ديالها والناطه ما بقيناش في ميركادون. انتوا معانا شوفي الكارو. البنات يا البنات جينا الليدل. البنات قهرتنا بالكوفرليات. ما انت واعري شوف الاخر. سير سير عسير سير راسك ما شتي والو. قهرتني البنات عرفتي بيت الناس عرفتي فيه بزاف ديال الكوفرليات. تقولي السيده والله وديري لاباس ني تبغي تبيعيهم. الزبده واعره ديال الحلوى. هذه زوينه الصراحه. هذه باش كندير الحلوى باش كنصوب كلشي الصراحه فنه ورخيصه البنات. شوفي 79 سنتيم. البنات دابا جيت لقيتنا عند لقيتونا عاد جينا من الدار وصافي. المهم هادشي وجدتو باش هكا ما نتعطلش حتى في المونتاج. المهم طق تخربيق وجدت كلشي. دابا لقيتنا غنمونطيو. تشهيت اللاطه صراحه. عندي هنايا البنات بالنسبه للعطريه غندير لاطه ديال الحوت بالخضره. عندي هنايا سكنجبير تحميره، معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، ومعلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه صغيره ديال الملح، وعندي هنايا القزبر معدنوس والثومه. المهم قطعتهم هكا رقيق رقاق. غنزيد عليهم الزيت هنا غنخلط باش نشرمل هاد الحوته. بسم الله
هنا الا لاحظتوا راه فلحتها باش تدخل لهذيك العطريه من الداخل. بنات انا باش ما نطولش في الفيديو داكشي علاش زربته. هنا عندي بالنسبه للخضره اللي غندير في لاطا عندي خيزو قطعتوها وجزر قطعته هكا رقيق وسلقته نص سلقه، قطعت البطاطا رقيقه، قطعت البصله كذلك رقيقه هكا دواور، والفلفله خضراء ومطيشه حتى هي قطعتها دواور. احسن حاجه في التقطاع بالنسبه للاطا هي هكا تكون تقطع على شكل دائري باش كتسهل فيها الطياب. كتعرفوا بان اللاطا ديال الخضره يعني ما كتحتاجش الوقت بزاف باش تطيب. هنا هذيك الشرموله ديال العطريه اللي عندي سقيت بها هذه الخضره وزدت شويه ديال الماء البنات، زوقت هكا بالزيتون الفونو. المهم هاي اللاطا وجدات الصراحه تشهيت شحال ما درت اللاطا. صافي دابا غنديرها في الفران طيب، واحد كنخليها تقريبا واحد من 20 حتى 25 دقيقه بما خليتها نمشي ندوش، وديك الساعه نمشي نصلي وهنغدا نتغدى ونمشي نخدم على الجروب ديال اوريفلام. ما دخل الصراحه الصباح نمشي نشوف العشيه شنو كاين. يلا زينات انتما معايا بنات، غدانا المتواضع اللهم اديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال. المهم هنايا ما درت لاش لاطا لا حتى شي حاجه، غير هذا كافي. وهنايا البان كومبلي ديال اختي وانا كيعجبني بالضبط. بنات زيونات صراحه دوزت النهار واعر 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 واعر. هكا ملي كتبداي النهار ديالك يعني بالنشاط ولا ديري الرياضه ولا تخرجي، المهم ما كتبقيش في الدار شني ولا صحتك. صافي زيونات، المهم انا نتغدى ونمشي لخدمتي ان شاء الله الجروب. المهم زيونات كما قلت لكم صراحه خدمه واعره طب 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 كما كنقول لكم بدلت لي حياتي والله البنات. ونتمنى انكم حتى نتوما اللي باقا جالسه واللي جالسه غير في الدار ومقابله غير اليوتيوب كتبع اليوتيوب ويعني الوقت ديالها كله على السوشيال ميديا يعني اليوتيوب الانستغرام كتمشي الفيسبوك من الفيسبوك الواتساب، ما تضيعيش وقتك، وقتك غالي وغالي وغالي وغتعرفي من قيمته يعني من بعد. هاد الهضره اللي كنقول لك غتعرفي بقيمتها، فاستغلي الوقت ودخلي شنو تخسري ما تخسري والو. هذا نداء يعني بالنسبه لهاد الشيء اللي قلت لكم يعني بالنسبه للناس اللي خدامين اولا اللي ما خداميش، يعني تقدروا يعني تجريو الوقت ديالكم كما بغيتوا، ما ديوش على الكره ديال ولدي راه كيلعب هنايا. المهم بغيت نشارك معكم الريغالو اللي جابوا لينا اوريفلام البنات. هذا راه زيت زيتون شي حاجه اخرى. بالنسبه للناس ديال النصارى كيعطوهم هذاك ديالهم، حنايا صراحه جابوا لينا هذه الزيت البلديه كما شفتوا هنايا اسايتي استرا ميرخين ديال اسايتي، وهنايا عاوتاني حتى هذه حتى هي اسايتي، وجابوا معايا واحد الحجيره هنايا حجيره من داك يعني التراب اللي خداو منو هاد الزيتون، هادي كتذكار ريحة ديال الطبيعة. المهم البنات كما شفتو يعني دائما مغلين فينا كما شفتو يعني فيما كتوصلي شي منصب كيصيفطو لك الورد، صراحة كيتهلاو فيك. الطوموبيل كما شفتو راه بارطاجيتها معاكم، يعني كلشي فيها الصراحة الله واعر 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 طوب، لذلك ما غتخسري حتى شي حاجه. دخلي وجربي قولي بسم الله، قولي غير بسم الله وتوكلي على الله ما غتخسري حتى شي حاجه. المهم كما قلت لكم نخلي لكم ان شاء الله هذا الرقم ديال البنات لتحت، وكونوا متاكدين يعني واخا هي شوفوا نقول لكم واحد الحاجه عن تجربه، كاينه بنت مثلا كنحطها في الجروب هي كتخدم ولكن ما عندهاش ديك القدره ديال الاقناع، هي هكاك يعني كتدير داك الخدمه ديالها وصافي. فمني تدخلوا عندهم البنات عافاكم الله عطاكم السر ما تبقاوش تحكروا عليهم، راه انا ان شاء الله مني غيدخلوكم عندي الجروب انا غنتكلف بكم يعني بالجروب كامل. فاتصلوا ما تخسروا والو، عطيوهم العنوان ديالكم النمره والسميه، النمره والسميه ونقول لكم سميه وكنيه، نمره التليفون، تاريخ ازدياد، النمره ديال الريسيدنسي باش تتاكدوا بانكم هنا في اسبانيا،
العنوان اكزاكت باش يوصلكم فيه الباك وصافي. هادشي او الايميل يكون صحيح الايميل باش توصلكم هذا الكونفيرماسيون ديال 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 الكوينتا باش اكتيفيو الكوينتا ديالكم. صافي هادشي اللي كاين. وهما هي بالدور ديالها راه غتكلف هي غتسجلك وغتكلف باش تدخلك عندنا الجروب وانا غتلقاوني تما. يعني كنبارطاجيو فيديوهات هكا ديال البرودكتوس كنبارطاجيو يعني اي اخت كيفاش دير بيديدو كيفاش يعني البونتوس باش توصل ليهم كيف كلشي كنبارطاجيو في الجروب. يعني الجروب ما شاء الله عليه صراحه هو خاص غير بالخدمه يعني غير خدمه اوريفلام ما كاين حتى شي حاجه ممنوع شي حاجه تبارطاجا شي حاجه خارجه على الخدمه ولا خارجه على اوريفلام ممنوع. يعني غير الجروب خاص بالخدمه جروب يعني في سيريو ماشي يعني واحد الحاجه اللي معقوله ماشي شي حاجه ديال التخربيق ولا كان نديرو تما الجروب. اي واحد يعني ما احترمش الجروب راه كيخرج والحمد لله اللهم لك الحمد ان هادشي ما كاينش نهائيا لا في الجروب الفريق ديالي ولا الفريق ديال الدنيا ولا الفريق ديال الاخ كريم ما كاينش هادشي نهائيا الحمد لله. حنا كنا متعاونين كنا خوت. المهم باش ما نطولش عليكم هاد الفيديو الهضره فيا الهضره بزاف نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. خليك ليلي يا ثاني ونطير معك ليلي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا ثاني ونطير معك ليلي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. المهم هذا هو عشايا. صراحه ما كنتعشاش يعني حدي كي لا تعطلنا مغدي لا تعطلنا مغدي لا تغدينا معطلين. ما كنتعشى صراحه كندير غير هكا شي حاجه خفيفه للعشاء ولا تغدينا بكري فكندير كاسكروت وما كنتعشى. المهم العشاء ما كنتعشاش. بالنسبه لهذا العصير درت فيه لافوكا اللوز والتمر يعني صحي 100%. وهذا بيض مسلوق كما شفتوا. وهذا اتاي لختي ديما كتشربو حتى هي ما كتعشاش. هذا كتاخذو من بوناريا صراحه رخيص وكيهضم. هذا ما كاين البنات تلقاو فيديو جديد.